احنا عندنا شركه اليوم هنا في السيام مع الديليجيشن ديال الانجليز ديال غويام يوني، وشركه ديالنا اسمها مستشار. احنا كان الهدف ديالنا هو نخليو لا مارك المغربيه يخرج كاع الاسواق العالم. احنا الشركات المغربيه كننصحوهم باش بحال اللي خلاها سي والد الركراكي باش يديروا شويه ديال النيه ويديروا شويه ديال الثقه في راسهم، ويعرفوا بان كاين اسواق كبار في العالم اللي قدر يدخلوا فيها. وحنا الحمد لله عندنا المواصلات وعندنا الانفراستراكشر وعندنا النتورك والحمد لله الخبره والنتائج اللي خدمنا مع ماركات كبار هنا في المغرب، وبغينا ان شاء الله لا مارك زعما لا مارك المغربي ولا مارك ديال ميد ان موروكو يزيد ينتشر. حنا كنقولوا علاش لا مارك كيجي من على برا كيدخل السوق ديالنا كيهرس السوق ديالنا، علاش لا مارك من المغرب ما يخرجش على برا ونهرس السوق ديالهم. دونك هنا حنا الحمد لله في هذا المعرض ديال الصيام اللي في مكناس، يعني ما شاء الله معرض زوين ومنظم، والحمد لله احنا دوزنا في كاع المعارض في العالم تبارك الله مشينا لهم، والحمد لله هذا المعرض ما شاء الله في المستوى عالي جدا الحمد لله. ونتمنى وان شاء الله هذا الهدف ديالنا اللي بغينا نوصلوا لها نخدموا فيها جميعا.